السلام عليكم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. هل يشكل إجراء الانتخابات الفلسطينية فرصة للخروج من المأزق الفلسطيني، أم سيؤدي الخلاف إلى حول متطلبات الانتخابات أو ما بعد نتائجها إلى تعميق الأزمة الفلسطينية؟ هل توفرت الإرادة السياسية والتوافق الوطني لإنجاز الانتخابات؟ وكيف ستؤثر الانتخابات على النظام السياسي الفلسطيني؟ أما في زهرة المدائن فحديثنا اليوم عن معرض صور في القدس يوثق جرائم الاحتلال، وفي ذاكرة فلسطين تأسيس الحركة الجهادية الإسلامية عام 25 و900 وألف. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. وافقت قيادتا السلطة الفلسطينية في رام الله وحركة حماس في قطاع غزة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة، باعتباره حلا سحريا قد يعيد الوطن الفلسطيني من خلاله لحمته وينهي الانقسام ويجدد الشرعية الفلسطينية المفقودة منذ زمن، ويوحد شطري الوطن بعد انقسام سياسي وجغرافي طال مدى. يتم ترويج ذلك أو أن هذه الجرعة الديمقراطية المفاجئة من شأنها أن تجعل الدماء تسري في عروق الجسد الفلسطيني، وأن تجعله قادرا على مواجهة التحديات التي تحيط بمشروعه الوطني، وفي مقدمتها صفقة القرن أو ما تبقى منها وحصار قطاع غزة والاتجاه الصهيوني نحو ابتلاع الضفة الغربية عبر ضم أجزاء واسعة منها. هل تنجح هذه الوصفة وهذا الترويج للديمقراطية في مساعدة الكل الفلسطيني على الخروج من هذا المأزق، من مأزق الانقسام؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة نطرحها على ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة. الدكتور مأمون أبو عامر الكاتب والمحلل السياسي معنا في الأستوديو، مرحبا بك دكتور. حياكم معنا في هذه الحلقة. كذلك أرحب بضيفي الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي ينضم إلينا من غزة عبر الخط الهاتفي، و الأستاذ علاء الرماوي الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من رام الله. أستاذ صلاح وأستاذ علاء أهلا بكم معنا في هذه الحلقة. حياكم الله. أهلا بكم. أهلا بكم. اسمح لنا أن نبدأ بمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش بحول الله. تحقيق أم تكتيك؟
من وجهة نظر البعض أنه استحقاق نتيجة سنوات الانقسام وضرورة ترتيب البيت الداخلي والتفرغ لمواجهة العدو الصهيوني وقطع الطريق على مشروع التفرد في القدس والضفة المحتلتين، بينما يرى البعض الآخر أنه تكتيك للدفع بالكل الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن دون أن يتعرض للعزلة الدولية كعقوبة على ذلك، وإبراز الآخر على أنه يعطل المصلحة الوطنية ويعمل على ضياع الوطن والمواطن. لكن الانتخابات في حقيقة الأمر تتضمن استراتيجية وتكتيكا في آن معا. الكل وافق فلسطينيا، حماس والقوى والفصائل الفلسطينية، وقطعت الطريق على كل من يريد تعطيل هذه الانتخابات. لننظر هل سيصدر محمود عباس مرسوما رئاسيا، وهل سيلتقي بالقوى والفصائل الفلسطينية. فمن يتابع محاولات إجراء حوارات متعلقة بالانتخابات والتي انطلقت مجددا في 26 من سبتمبر أيلول الماضي يعرف أنها تحتاج وبالدرجة الأولى إلى الإرادة السياسية لأصحاب القرار الفلسطيني في الضفة والقطاع، وتحتاج أيضا إلى التوافق الوطني على الإجراءات الإدارية لإنجازها وترتيبها ونجاعتها حتى لا تتحول إلى كارثة وطنية بقصد أو دون قصد، من انقسام سياسي إداري إلى انفصال إداري وجغرافي سياسي تتكرس فيه الكانتونات الجغرافية الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، وبالنتيجة خدمة مجانية ميدانية لأهداف المشروع الأمريكي الصهيوني وتجلياته السياسية في عناوين صفقة القرن الأمريكية. عقد الانتخابات يتطلب بالضرورة وجود ضمانات لجميع القوى والفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية التي ستشارك بهذه الانتخابات. يفترض أن يكون هنالك ضمانات حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، يفترض أن يكون هنالك ضمانات بالاعتراف بنتائج هذه الانتخابات وليس كما حدث في العام 2006. يرقب الشعب الفلسطيني عن كثب كافة الإجراءات واللقاءات التي تجمع الحركات بالأحزاب الفلسطينية بعضها ببعض، وكذلك بمؤسسات المجتمع المدني بكافة مكوناته، كما يتابع الوفود التي تصل لقطاع غزة تحمل رسائل وردود متباينة من السلطة. فبكل الأحوال ومهما كان توصيف المرحلة الانتخابية القادمة، فإن الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ينتظر بفارغ الصبر إعلان المرسوم الرئيسي كي يطوي صفحة الانقسام ويمارس حقه القانوني في اختيار من يمثله ويحدد مصيره كاستحقاق، ولكي يقطع الطريق على كل المؤامرات التي تحاك للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية كتكتيك. فهل سينجح الشعب الفلسطيني في تحقيق حلمه وتوحيد صفوفه ومواجهة عدوه، أم أن المؤامرات والمكائد تحول دون ذلك؟ أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. إذن الانتخابات الفلسطينية استحقاق أم تكتيك، هذا ما نناقشه مع ضيوفنا الكرام. وأبدأ بسؤالي معك دكتور مأمون في البداية، إلى أين وصلت اللقاءات والمباحثات المتعلقة بموضوع الانتخابات؟ على ماذا اتفقت الأطراف الفلسطينية حتى هذه اللحظة؟ حقيقة الأطراف الفلسطينية في هذه المرحلة حتى الآن يعني في مرحلة غير يعني ضبابية، الأمور في حالة ضبابية. في اتفاق على أن يصدر الرئيس أمرا باتفاق حسب نقل الدكتور حنا ناصر إلى غزة، وأخذ ردود من قيادة حماس ومن قيادة الفصائل بالموافقة على إجراء الانتخابات وتحديد جدول لمواعيد الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية. وبعد ذلك يكون اللقاء الوطني حسب ما تم الاتفاق عليه، لأنه كانت حماس في البداية والفصائل والقوى الوطنية تشترط لقاء وطنيا مسبقا قبل الانتخابات للاتفاق على ما بعد الانتخابات. الرئاسة أصرت على موقفها، وبالتالي هناك حركة حماس والفصائل الأخرى يعني قالوا بصوت واحد تقريبا أنهم يقبلوا بما يريد الرئيس في هذه المرحلة تجنبا لمنع وقوع أزمة، ويرغبوا بالذهاب إلى الانتخابات مبكرا وبدون أن يكون هناك عوائق أو تكون يعني أي مانع لإجراء هذه الانتخابات. إذن الأمور حسب الخطوات العمل حتى الآن تسير باتجاه إيجابي، لكن ما بعد ذلك لا أدري بالضبط يعني
هل هناك ستكون عوائق جديدة تفرض، أسئلة جديدة؟ هذا الأمر يعني متروك للمرحلة للأسئلة القادمة حول بعض القضايا التي تخص الانتخابات، وهي قضية موضوع المحكمة الدستورية والمحاكم المحلية والشرطة في غزة، يعني مدى شرعية إشرافها على الانتخابات. هذه مسائل حتى الآن تفاصيل يعني هناك يعني هناك أمور يعني ألغام موجودة قابل أن تتفجر وقابل أن يعبر عليها الطرفين بسلام وأمان. نعم، أشكرك دكتور. أستاذ صلاح عبد العاطي من غزة، مرحبا بك معنا من جديد، واسمح لي أسأل سؤال آخر في نفس الموضوع أو في نفس المحور، يتعلق بمسألة الاتفاق أو التفاهم على عقد الانتخابات. هل نستطيع الآن إضافة إلى ما تفضل به الدكتور مأمون أن نقول أنه تم الاتفاق مبدئيا على فكرة عقد الانتخابات أو إجراء الانتخابات التشريعية ثم تليها الرئاسية ثم نذهب إلى لقاء وطني شامل؟ هل تفاهمت الأطراف على ذلك؟ بداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام الصديق دكتور مأمون والأستاذ علاء الرماوي ولجمهور المشاهدين. الجميع متفق وطنيا على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية حتى نكون أقدر على صد كافة التحديات والمخاطر الوطنية، والكل مجمع على ضرورة إجراء انتخابات متزامنة ومتتالية، هي انتخابات المجلس الوطني لإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية في ظل حالة التفرد، وأيضا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. ولو صدقت النوايا لكنا أمام انتخابات متزامنة تعيد ترتيب كل البيت الداخلي الفلسطيني وكل المؤسسات الدستورية التي شابها عيوب دستورية وقانونية متعددة في ظل حالة الانقسام. ولكن بما أننا فشلنا كفلسطينيين في مقاربة إنهاء الانقسام على مدار 12 عاما من اتفاقيات متعددة لم يكن بالإمكان أكثر أفضل مما كان، وهذا ما وصل إليه الفلسطينيين، وفي ظل مشهد التحديات الوطنية المختلفة على المستوى الخارجي والداخلي هناك مقاربة التحول الديمقراطي أو الانتخابات في هذا المجال. وهذه المرحلة لكي تتم كانت لابد من مجموعة من الضمانات، لأننا لا نريد أن ندخل في جدل جديد. الكل مجمع على أن انتخابات ما بعد إنهاء الانقسام أفضل بكثير من الانتخابات الآن دون استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. ولكن كيف السؤال المركزي المطروح على الكل، كيف نجعل من الانتخابات أداة لضمان التعددية في إطار الوحدة وأداة للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا المعادلة تفرض على الفلسطينيين الاتفاق على كافة الترتيبات، خارطة طريق وطنية واضحة. كان الأفضل أن تشكل هيئة قيادية من الشعب الفلسطيني لإدارة المرحلة الانتقالية وأن تبدأ بانتخابات رئاسية وتشريعية، ولكن الرئيس الفلسطيني مصر على إجراء انتخابات متتالية ربما في إطار التكتيك كما ذكرت في مقدمة سؤالك في الحلقة. هذا التكتيك الذي يقول أنه يرغب بتحميل حركة حماس المسؤولية بالذهاب إليها بأنه يريد انتخابات تشريعية أولا ثم انتخابات رئاسية بعد 3 شهور. كانت هذه عقبة ربما أمام حركة حماس والفصائل الفلسطينية التي كان رأيها كما ذكرت لك في البداية، ولكنها استجابت في إطار تبديل العقبات. ثم جاء اللقاء الوطني كاشتراط أساسي برضه أيضا كمعيق أن اللقاء الوطني هو الأصل في أن يتم الاتفاق. كيف سنتفق على قانون انتخابات؟ لأنه لدينا قانونين، قانون 2005 الذي تم بموجبه انتخاب المجلس التشريعي على أساس نظام تمثيل مختلط 50-50، ثم لدينا قانون صادر بقرار بقانون من الرئيس الفلسطيني في عام 2007. هذا القانون جعل النظام الانتخابي قائم على التمثيل النسبي، إضافة إلى اشتراطات مختلفة قد تجعلها معيق من بينها دخول قيادات من حركة حماس كمرشحين في الانتخابات باشتراط الاعتراف بمنظمة التحرير وبرنامجها. الكل مجمع على منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ولكن ليس بهذه الطريقة التي تدار فيها، وبالتالي الكل مجمع على ضرورة إصلاحها. إضافة إلى تحدي آخر له علاقة بالمحكمة الانتخابية، لأن النظام القضائي في غزة وفي الضفة غير مستقلين، وبالتالي لابد من إنشاء محكمة انتخابية، وهذا ما جرى التوافق عليه في اتفاق القاهرة 2011. محكمة مستقلة تكون أحكامها قاطعة، أي بمعنى تحييد المحكمة الدستورية التي حلت المجلس التشريعي سابقا. إضافة إلى الاتفاق على ترتيبات الأمن وترتيبات ضمان الحريات العامة كأساس لنزاهة الانتخابات، إضافة إلى الانشداد إلى معركة باتجاه القدس. بالتأكيد، إذن هناك محاور كثيرة وأسئلة كثيرة يجب أن يجاب عنها بشكل دقيق. أستاذ صلاح أرجو أن تبقى معي. أستاذ علاء، بالإضافة إلى ما تفضل به الأستاذ صلاح من غزة، هناك موضوع أيضا توفر الإرادة السياسية الحقيقية لعقد هذه الانتخابات سواء لدى حركة فتح أو حركة حماس.
ومصداقية ذلك أمام الجمهور الفلسطيني، حيث أنهما ذهبا كثيرا إلى حوارات، إلى جولات حوار، وتحدثا كثيرا عن رغبة عارمة في عقد الانتخابات، ولكن لم يحصل ذلك حتى الآن. باعتقادكم، هل الطرفان على وجه التحديد فتح وحماس لديهم جدية واضحة هذه المرة في الذهاب للانتخابات؟ نعم، بعد التحية لك ولضيوفك الأعزاء الكرام وللسادة المشاهدين جميعا، لابد من للأسف القول بالحقيقة وليس استدراج ما يعرف بالآمال. نحن أمام انتخابات لم تتحقق، هذا الموضوع بات معروفا، وبناء على ذلك لا يمكن الحديث عن حضور الانتخابات، وهذا قرار بتنا نعرفه على الأقل من خلال متابعة سلوك الإخوة في حركة فتح. أنا أقول هنا من المعلومات وليس من التحليل، هناك أزمة داخلية كبيرة تعيشها حركة فتح. هذه الأزمة انعكست من خلال موقف أعضاء اللجنة المركزية الذين أوصوا للرئيس محمود عباس أبو مازن بعد موافقة حركة حماس على كل الشروط والمعيقات التي وضعت أمام الانتخابات، وأبلغ الرئيس اجتماع تم في أحد مكاتب أعضاء اللجنة المركزية بأن حركة فتح ستخسر الانتخابات، وبناء على ذلك لا يمكن الآن الذهاب للانتخابات. وهذا راجع إلى أسباب ثلاث. السبب الأول بأن القراءة لدى حركة فتح بأن محمود دحلان القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان عفوا، سيشكل قائمة، وهذه القائمة ستتراجع فيها قائمة حركة فتح في قطاع غزة. البعد الآخر، هناك صراعا حقيقيا مع القيادي أيضا الأسير في حركة فتح مروان البرغوثي، والذي من الواضح أنه يرسل رسائل واضحة في مسألة انتخابات الرئاسة، وهناك تيارا يدفع بهذا الاتجاه. البعد الآخر، وهو أنا برأيي مهم، هناك أزمة في الضفة الغربية تعاني منها أقاليم حركة فتح على مسألة التمثيل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه الأزمة ستظهر بشكل كبير عند تشكيل القائمة النهائية لحركة فتح. وهناك تباينات كبيرة الآن يقودها شخصيات بين قوسين حردانة من حركة فتح، والتي تتحدث بشكل واضح. لكن أستاذ علاء، كما تعلم وكما يقول مراقبون، أن وضع حركة فتح الآن يعني في عام 2006 عفوا عند إجراء الانتخابات السابقة لم يكن أفضل حالا مما هو عليه الآن. صحيح أن هناك مكون هو التيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يقوده دحلان، لكن أيضا آنذاك الحركة كان وضعها صعبا وكانت تتوقع الخسارة، ومع ذلك اتجه أبو مازن لإجراء الانتخابات. أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك مباشرة حتى لا أطيل على ضيفي في الأستوديو. دكتور مأمون، إذا هناك تباين حتى في وجهات النظر والآراء حول إمكانية عقد أو إجراء هذه الانتخابات من عدمها، حول فعلا توفر إرادة حقيقية وقوية لدى الأطراف بالفعل الذهاب إلى الانتخابات. أيهما ترجح؟ أي الآراء ترجح؟ والله حاليا باعتقادي أن الأمر يعني صعب، يعني من الناحية النظرية النوايا صعب أن تستكشف نوايا الآخرين، لكن الوقائع تشير إلى الجانب السلبي ولا تشير باتجاه الإيجابي. مثل ماذا؟ نعم، قضية أن يذهب الناس إلى انتخابات بدون أمور، بدون أفق واضح لما بعد الانتخابات، معنى الكلام أنك ذاهب إلى طريق مجهول، وحتى الآن لم تبدأ خطوات عملية من أجل فعلا بناء مسار انتخابي غير واضح لحتى الآن، إنما هناك حديث عن الانتخابات، وبالتالي هذا ما يقلق الأمر. يعني لا توجد هناك معطيات إيجابية واضحة أن الانتخابات ستسير، لأنه من يريد الانتخابات هو يريد بالمنطق السياسي والمنطق الديمقراطي أنه يريد أن يحتكم إلى الشعب. لكن الواضح هنا أنه أن الأمور لا تسير بهذا المعنى، تسير أن في عملية تجييف أو عملية تصميم برنامج وضع انتخابي لكسب جهة معينة على صالح لظروف في ظرف معين، وهذا يعني لا يعطي أمل في هذا الأمر. يعني هناك اشتراطات منطقية، ما أن يكون هناك لقاء وطني حتى لا تكرر مأساة 2006.
لأنه لما كانت نتائج انتخابات 2006 واضحة وانتخابات نزيهة كل العالم اعترف فيها وبنزاهتها، ولم حتى الرئيس الأمريكي كارتر لم أرى انتخابات في الشرق في العالم الشرقي أو العالم الثالث أنزه من هذه الانتخابات، لكن تم الانقلاب على هذه النتائج وتم تفجير هذه النتائج بسبب تدخلات الخارجية. الآن لو جاءت الانتخابات وفازت مثلا فتح، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لازم أن يكون واضح الطريق. لو فازت حماس ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل أن برنامج المقاومة الذي تتبناه حركة حماس ستقوم، ماذا ستفعل بموضوع ترتيب الوضع القائم في أوضاع قائمة نتجت عن ما حدث في 2007 واليوم إحنا في 2019 12 عاما أوضاع قائمة، ماذا سيحدث هناك؟ أنه يجب نقاش هذه المسائل قبل الذهاب للانتخابات، يجب أن يكون هناك واضح واضح الناس. يعني الانتخابات هي دائما أقول أن الانتخابات مثل صفارة الحكم، لكن صفارة الحكم لا تأخذ قوتها من الصفارة، تأخذ قوتها من تراضي الأطراف وقبولهم، وأن هناك أو هناك جهة تدير العملية، تدير عملية اللعب أو تدير المباريات هي صاحبة السلطة. نعم. لكن يجب أن يكون هناك في صاحب سلطة نهائية تحال إليه الأمور بعد ذلك. إذا فازت فريق فريق ماذا سيحدث بعد ذلك؟ المسألة ليست في إجراء انتخابات، الانتخابات هي آلية وآليات تحاكم، لكن هل يقبل الأطراف هذه العملية ولا لا يقبلوها؟ نعم. هذه المشكلة الموجودة القائمة اللي هي تقلق الكثيرين، وأنا شخصيا كمحلل سياسي قلق من أن تكون هناك انتخابات بهذا الشكل بدون أن يكون هناك خط واضح. أنا بسميه المسار الآمن. نعم. المسار الآمن يجب أن يكون هناك اتفاق واضح ما بين الأطراف على المرحلة المرحلة ما بعد الانتخابات حتى لا تحدث الأزمة التصادمية، أو أن يكون هناك مسار آخر، أن يذهب الانتخابات من أجل أن يكون تسليم وتسلم. إن والله إحنا نتفق إنه اللي بفوز هو يسلم كل شيء من ألف إلى الياء أو من الباب الضار إلى إلى الحائط، كل شيء إلى الشباك كما يقولون، أو فوق أو أسفل. فهذه الأمور بالاتفاق كيف ستكون الأمور بعد ذلك، أم أن يكون أن الأمور وهذا يعني يدفعني للسؤال عن أهمية عقد لقاء وطني قبل إجراء ضروري جدا. نعم. أنا بعتقد نعم. أنه من يعني أمرا ضروريا حتى هذا الأمر دكتور أستاذ صلاح، حتى هذا الأمر بات أمرا مختلفا عليه، هل نعقد اللقاء الوطني قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات؟ الإصرار لدى الرئيس أبو مازن عن أن يعقد بعد الانتخابات، المهم أولا الانتخابات، وكثير من الفصائل أو الحركات الوطنية تحدثت عن ضرورة عقده قبل الانتخابات، وهو يعني خلينا نقول بناحية أخرى إنه هذا اللقاء صحيح أنه مهم جدا، لكن كما تقول وجهة نظر إنه إذا كان من الصعب عقده قبل الانتخابات فأصلا الانتخابات هي طريقة للخروج من المأزق والأزمة التي نحياها الآن، وليس بالضرورة أن نعقد هذا اللقاء، نعقده بعد الانتخابات. يعني بداية استكمالا لكل حديث الزملاء، وأنا وافق في أجزاء كبيرة مما ذكره الأستاذ علاء الرماوي وما ذكر الدكتور معمون أبو عامر، ولكن أنا أقول لك باختصار السياسة المتبعة الآن ما بين الواقع والمأمول بون واسع شديد. المأمول والمثالية التي نتحدث بها، نحن نريد إذا أردنا إنجاح مسار وطني نريد الآن في ظل الحديث عن تحديات وطنية وإعلان وزير الخارجية الأمريكي عن الاستيطاء لم يعد عائقا ولم يعد مخالفا للقانون الدولي، وفي ظل مخططات ضم الضفة الغربية والضم الزاحف للضفة الغربية، الأصل أن نكون إزاء تحلل تدريجي من التزامات اتفاق أوسلو وصولا إلى سلطة لا تكون وكيلا للاحتلال وإنما سلطة خادمة لمشروع وطني، وربما حل السلطة وربما سحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وبالتالي سنكون أمام تحديات، والأصل أن نجري انتخابات للمنظمة وللمجلس الوطني لعقد مجلس وطني توحيدي. بما أن هذا الأمر لم يتم، هذا السيناريو المثالي، السيناريو الواقعي، لأن السياسة تحتكم إلى ميزان قوة، وفي ظل المأزق الذي تحياه قطاع غزة وتحياه أيضا الضفة وتحياه الفلسطينيين بشكل عام، السياسة المتبعة الآن هي خطوة ستيب باي ستيب، خطوة وراء خطوة لينجاح. الخطوة الأولى أن قبول الأطراف المختلفة بانتخابات متتالية على أن تصدر بمرسوم متزامن، الاتفاق على عقد وطني، ثم الاتفاق أن العقد الوطني يتم بعد اللقاء الوطني أو الحوار يتم ما بعد المرسوم الرئاسي، وهذا الأمر وافقت عليه حركة حماس في إطار تذليل العقبات ووافقت عليه الفصائل الفلسطينية. السؤال الآن مطروح أنه بعد ذلك قضع معيق جديد، لابد من توقيع كل فصيل على حدة وتسليم
هذه التوقيعات إلى لجنة الانتخابات ومنها إلى الرئاسة الفلسطينية، وهذا أيضا وافقت عليه الفصائل، وحركة حماس وافقت رغم أن الكل صوت أبو العابد هنية في حينه باعتباره يعني جمع الفصائل في هذا المجال للتوقيع على موافقة الفصائل. ومع ذلك الخطوات الآن خطوة وراء خطوة، الأهم أن نذهب إلى انتخابات متوافق على خارطة الطريق واضحة لها، نضمن من خلال الحقوق والحريات، لأنه كمان حركة حماس قدمت مبادرات إيجابية في إطلاق سراح معتقلين على خلفية الرأي، وفي ضمان إشاعة مناخ إيجابي، وفي الاجتماع المباشر والكلي مع الفصائل في إطار فكفكة الأزمات. لكن هذا الأمر ستبقى حركة حماس تتبع سياسة المرونة الواسعة في هذا المجال، وهذه المرونة تسمح أيضا لتذليل بعض العقبات وفكفكتها. الأهم الآن، هل نحن سنذهب إلى انتخابات؟ الإجابة أمام، نحن أمام سيناريوين، سيناريوهات وضع المتاريس أمام هذا الدولاب من الاتفاق الوطني أو فكفكة بعض العقبات، أو وبالتالي سنبقى أمام كل مرة لغم جديد يتفجر في وجه المجتمعين والكل الوطني والراغبين بإجراء الانتخابات. والطريقة الثانية فعلا أن نذهب إلى فكفكة بعض هذه الأزمات في إطار انتخابات متتالية توصلنا إلى موضوع الشراكة، وخاصة إذا جرى الاتفاق على أن انتخابات المجلس التشريعي ستكون يعني ممثلة للفلسطينيين في الداخل، وثم تجرى انتخابات للمجلس الوطني أينما يتاح ذلك، أو توافقات وطنية أينما لا يتاح ذلك لإجراء يعني الاتفاق على مجلس وطني يعقد بصيغة توحيدية يمثل كل الفلسطينيين. هذا الأمر ربما يتم لأنه إزاء بعض العقبات حول الانتخابات وحتى خارطة الطريق كان إنجاح هذا المسار. إذا جرى التوافق أولا على ترشيح قوائم محددة، مرونة من حركة حماس ألا تترأس المجلس التشريعي أو لا ترشح للرئاسة، ربما تدعم مرشح آخر أو غيرها من الفصائل، يعني الجميع يجب أن يفكر بطريقة يستفيد فيها من خبرة. الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، هذا حط ضمانات نتائج أو ضمان احترام نتائج الانتخابات. الاتفاق على كل آليات نزاهة العملية الانتخابية بمراقبين محليين ودوليين منعا لتزييفها، اتفاق على إشاعة مناخ من الحريات، إضافة إلى مواجهة الاحتلال، لأن الاحتلال في الضفة الغربية سيهدد المرشحين وربما يعتقل بعض المرشحين وربما يمنع الانتخابات في القدس، والسؤال كيف نعملها ونجعل الاحتلال في مواجهة العالم أنه يمنع ويعيق قدرة الشعب الفلسطيني على اختيار ممثليه ومرشحيه. هناك كل العقبات يمكن فكفكتها إذا صدقت النوايا. نحن أمام سيناريوهات مختلفة، سيناريو ألا تجرى الانتخابات، وهذا السيناريو أرجح باعتبار هناك أزمة تعيشها حركة فتح كما ذكر الزميل علاء، أو أن الرئيس لا يرغب بذلك لأنه قال لن أرشح نفسي، وبالتالي حجم المرشحين المختلف عليهم في حركة فتح سيكون كبير، وبالتالي انقسام حركة فتح سيحول دون إتمام الانتخابات، وإلا إذا ضمن ترشيحا توافقيا يعني. وبالتالي الرئيس مصر على الامساك بالسلطة لغاية الآن، وسياسة التفرد واضحة في هذا المجال. لذلك إذا هذا المشهد سنكون أمام احتمالات، احتمال إجراء الانتخابات وبالتالي العمل خطوة وراء خطوة لفكفكة التحديات أو عدم إجراء أو عدم إجرائها. وصلت الفكرة أستاذ صلاح. تمام أستاذ علاء، يعني كما تعلم هناك كثير من المعوقات أو التخوفات أمام بين يدي إجراء الانتخابات، ومنها إجراء الانتخابات في القدس التي منحها ترامب مؤخرا عاصمة لدولة الاحتلال، وبالإضافة إلى ما تفضلت به وتفضل به بقية الزملاء. والمهم هو ما بعد إجراء هذه الانتخابات أو ما بعد نتائج الانتخابات أكثر أهمية مما قبلها، يعني الذي قد يتم تجاوزه لأسباب كثيرة. يعني كما أشرت، يعني على الأقل من الناحية الموضوعية، وأنا أشرت هنا أتحدث عن معلومات وليس تحليلا. بكل الأحوال لو افترضنا جدلا في الخيال بأن الانتخابات قد تتم، هذا الموضوع أيضا يأخذنا إلى مازق أكبر مما قبل الانتخابات. إذا السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير، الرئاسة الفلسطينية، حركة فتح، كل هذه التكوينات التي أشرنا إليها يسيطر عليها شخص الرئيس محمود عباس أبو مازن. حتى في مسألة الترشيح تم طرح على الأقل من خلال الأقاليم بأن المرشح الرئيسي والوحيد لحركة فتح الرئيس محمود عباس أبو مازن. الصيغ التي تتم فيها إنتاج الحالة السياسية هي ذات الصيغ الانقسامية في الحالة الفلسطينية، بمعنى التي تديم الانقسام. وبناء على ذلك نتائج ما بعد اليوم التالي للانتخابات، لو جدلا فازت كتلة بعيدة عن حركة حماس وعن حركة فتح، وهذا أمر يعني ليس بالوارد ولا يمكن يعني إخراجه، لكن أنا أتحدث بالبعد الخيالي الجدلي، هل ستسلم حركة فتح مقاليد السلطة
لتكوين سياسي يمكن أن تنتجه المجلس التشريعي الذي سيتبع لخارج حركة فتح. ما أستطيع أن أقوله، نحن هنا في الضفة الغربية نشاهد الإيقاع السياسي الذي أنتجته على الأقل رؤية الأحادية والتفردية. نحن أمام كتلة تقسمت، أنا أتحدث هنا عن الضفة الغربية، بين أمراء اللجنة المركزية لحركة فتح تحشد سلاح، تتواجد في إمارة مناطق، وبناء على ذلك هذا التكوين لن يسلم السلطة لأي فصيل آخر، لا بالبعد التقاسمي ولا بالبعد الآخر. الأجهزة الأمنية بنيتها حركة فتح، وكذلك في قطاع غزة. دعني أقول، هل بالسهولة تسلم حركة حماس أمنها معادلتها السياسية لحركة فتح التي لم تتفق معها سياسيا؟ يعني لقاء بمستوى لقاء على مستوى أمناء عامين لم يتم هذا اللقاء، بمعنى أنه عنصر الثقة ما بين التكوين السياسي الفلسطيني ليس موجودا بالحد الأدنى. نعم، دعني أتوقف هنا أستاذ علاء لأسأل سؤال من ناحية أخرى دكتور مأمون. يعني إحنا الآن كما تم الترويج مؤخرا أنه هذه وصفة سحرية للخروج من المأزق والخروج من الانقسام، وأصلا فكرة إجراء انتخابات تحت الاحتلال بهذه الطريقة، هناك وجهة نظر تقول بأنها ليست فكرة سليمة. نحن الأولى أن يكون هناك برنامج وطني أو رؤية وطنية معينة يشترك فيها الجميع، وأن إدارة أمور الناس بهذه الطريقة، نحن نقوم على بناء دولة الآن تحت الاحتلال، وبالتالي رأينا ما حصل معنا منذ 2006 حتى الآن. هل يمكن الاتفاق على رؤية وطنية أو برنامج وطني ما للخروج من هذه الأزمة بعيدا عن إجراء الانتخابات؟ هو حقيقة يعني فكرة يعني إيجاد الانتخابات تفرز قوة كتلة وطنية أو تفرز يعني برنامجا وطنيا أو الاتفاق على برنامج وطني، يعني هذا بعيدنا إلى فكرة يعني إقامة الحكومات الوطنية تحت الانتداب. الانتداب الفرنسي في سوريا وفي لبنان في تونس في بعض الكثير، حتى الحكومة المصرية في الانتداب في مصر. هذا بيطرح التساؤل، يعني في هذه الدول لو نظرنا تاريخيا كيف نجحت هذه الدول، وجدنا أن هناك كان تيارا وطنيا جامعا. مثلا في سوريا كانت الكتلة الوطنية تجمع كل الفصائل والقوى كلها تسير في خلف قيادة واحدة تقود العمل الوطني في هذا التيار، مع وجود الأحزاب، يعني لم كانت موجودة الأحزاب لكن كانت قيادة التيار الوطني موجودة ومدعومة من كافة الشرائح ومن حتى الإثنيات والأعراق الموجودة في داخل هذا البلد. الآن في حالة الانقسام كيف سنلتف حول برنامج وطني موحد من أجل إنقاذ الحال الوطني؟ المشكلة نحن نحتاج إلى حالة إسعافية، يعني نحتاج في خاصة في قطاع غزة يحتاج إلى حالة إسعافية، في الكل يتجاذب من جهته، فكيف سيحدث عملية الإنقاذ والوصول إلى سلطة أو دولة فلسطينية؟ نحن نحتاج الآن، لا تستطيع أن تقوم بعملية يعني متقدمة قبل أن تسعف الحالة الموجودة لتفكك الأزمة الموجودة اللي بيعيشها المواطن الفلسطيني. نحن نحتاج في المرحلة الأولى إلى آلية عمل تخرج الناس من أزمتهم الحالية حتى يفكروا بأريحية، وهذا طبعا حتى الآن لم يتم التفكير فيه. التفكير فيه ينصب الآن في موضوع الانتخابات. هل الانتخابات يعني أفرزت أي قيادة؟ هل الأطراف ستسلم؟ ممكن أن تسلم يعني، لكن بعد ذلك يعني في ثارات موجودة أصلا موجودة، يعني في لو فازت فتح في بشكل عام، لو فازت فتح ماذا ستفعل في غزة في قيادات مثلا حماس أو تتهمهم بأنهم اضطهدوا أبناء فتح مثلا، أو حماس فازت؟ طبعا في الضفة الغربية لو فازت حماس في الضفة الغربية لن تستطيع أن تتولى الأمر، هذا كمان أمر شيء مشكل. وبالتالي لو فازت فتح ومرة أخرى وأخذت السلطة ماذا تفعل؟ نحتاج إلى النظر في موضوع العدالة الانتقالية في بعد ذلك، إنه الناس كيف سنحل هذه المشاكل؟ سنترك الناس تذهب إلى تصفية حساباتهم الشخصية؟ الأسلحة والقدرات العسكرية كيف يتم الاتفاق عليها للأطراف والفصائل؟ كيف سنحولها إلى مشروعا وطنيا؟ هل في رؤية واضحة يتم الاتفاق عليها؟ إذا لم نتفق الآن قبل الذهاب للانتخابات، كيف سنتفق بعد الانتخابات عندما يشعر أحد الأطراف أنه يمتلك الآن الشرعية الكاملة في إدارة الموقف؟
نعم سنذهب هذا سؤال، هذا سؤال مهم يعني أستاذ صلاح، حتى لا أطيل عليكم، السؤال الأخير للأستاذ صلاح، يعني الجميع الآن يتقاسم أو يحاول أن يتفاهم على إدارة السلطة، يعني صار عندنا احنا الحمد لله دولتين ووطنين في غزة وفي الضفة مع الأسف، وليس إدارة الوطن وليس العمل على برنامج وطني لتحرير الأرض المحتلة، وهذه المصطلحات بتنا يعني قليلا ما نسمعها مع الأسف. يعني مرة أخرى، هل نحن بحاجة فعليا إلى الانتخابات حتى نخرج من المأزق الذي نعيشه، أم أننا وقعنا في فخ أوسلو وفي تسمياتها ومفاهيمها المتعددة، وابتعدنا كثيرا عن برنامج وطني، عن انتخابات المجلس الوطني ومنظمة التحرير وتفاهم على هذه المسائل الكبرى التي كان يتحدث الناس من خلالها عن تحرير الوطن وعن إدارة الفلسطينيين في الداخل والخارج وليس فقط في الضفة وقطاع غزة؟ كما ذكرت لأول مرة في حركات التحرر الوطني نستطيع أن نشكل سلطة تحت الاحتلال، وهذه السلطة علينا أن نسأل أنفسنا هل هي سلطة باتت عبئاً على المشروع الوطني أم باتت خادمة للمشروع الوطني، وما بين هذا الإجابة وهذه الإجابة كيف نجعل من السلطة خادمة لمشروع وطني، وهذا يتطلب فلسطينياً الاتفاق كجماعة سياسية على مشروع وطني وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية وميثاق وطني جامع لكل الفلسطينيين، أي عقد اجتماعي محترم في وتصان الحقوق والحريات ويتم من خلاله إجراء مصالحات تاريخية بين القوى والتيارات السياسية الفلسطينية، وأيضا الاتفاق على استراتيجية نضالية شامل وقيادة جماعية لكل النظام يعيد بناء النظام السياسي. كلمة السر في ذلك كلمة واحدة هي الشراكة، إذا أمنا بالشراكة السياسية ربما نستطيع الإجابة على كل هذه الأسئلة. السؤال المركزي أنه ليس لا يوجد لدينا تفرد في إدارة الأوضاع في قطاع غزة من حركة حماس، ولدينا تفرد في إدارة المنظمة والسلطة في الضفة الغربية من قبل الرئيس محمود عباس، وبالتالي نحن إزاء كلا الحالتين يجب أن تعلن بوضوح حركة حماس عن تخليها عن سلطتها الانفرادية في قطاع غزة، وفي المقابل تعلن حركة فتح والرئيس الفلسطيني إلغاء هيمنة الانفرادية على السلطة وعلى المنظمة، وهذا يتم من خلال عقد الإطار القيادي أو حوار وطني لمدة محددة تشارك في كل النخب السياسية من أجل الاتفاق على ترتيبات انتقالية. بما أن هذه القيادات السياسية عاجزة لننتخب قيادات جديدة بالحد الأدنى تستطيع أن تشكل مخرجا في هذا المجال. أما حول الأسئلة التي ذكرها الدكتور مأمون، هناك من العدالة الانتقالية، إذا توافقنا على هيئة لإدارة العدالة الانتقالية في الفترة تستطيع هي إعادة توحيد وترتيب المؤسسات وإنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم على قاعدة إرضاء الضحايا وأسر الضحايا، وهناك تجربة في قطاع غزة تمت وفق التوافقات التي جرت ما بين حركة حماس والتيار الإصلاحي وأيضا القوى والفصائل الفلسطينية، تم من خلالها يعني إزالة عدد من العقبات والمشكلات أمام 200 حالة من حالات الدم التي وقعت عمل ضحايا الانقسام. بالإمكان سكت هذا الأزمات، لسنا الشعب الأول ولا الأخير الذي مر بتجارب صعبة وقاسية من الاقتتال الداخلي، ولكن إذا صدقت النوايا نستطيع، ولكن نريد كما ذكرنا خارطة الطريق. الأمر المهم أنه هل تجرى الانتخابات قبل إتمام المصالحة والاتفاق على كل هذه التفاصيل؟ هذا فيه مخاطر لا شك، وكذلك إبقاء المصالحة رهنا بحوارات عدمية فبرضه هذا فيه مخاطر ومأزق كبير. الحل هو مقاربة تجمع ما بين المقاربتين، إضافة إلى ضغط شعبي تيار وطني عابر للأيديولوجيا يشكل خارطة الطريق وضمانات ويضغط على كل الأطراف من أجل إصلاح النظام السياسي وإعادة بنائه، لأنه لا يعقل إدارة الشأن الفلسطيني بهذا التفرد. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. سؤالي الأخير لك دكتور أستاذ علاء، أيضا حول خارطة الطريق حول المخرج والمشكلة أن الأطراف الفلسطينية قد تخرج من مأزق، يعني إذا جرت الانتخابات، إلى مأزق آخر هو ما بعد هذه الانتخابات. أستاذ علاء. نعم أسمع الكلام. كنت أتحدث عن خارطة الطريق تحدث عنها أستاذ صلاح، وعن مخرج للأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهذه القيادة الفلسطينية، وخشية المراقبين أن نخرج من مأزق ما قبل الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات. دعني أقول بشكل واضح، يعني أن تجعل الانتخابات الفلسطينية هي خارطة الطريق لترتيب البيت الفلسطيني، هذا أمر غير منطقي، لأنه أنت تبدأ الآن بالسقف دون أن تبني الأساسات، وهذا في عالم البناء التكويني للمؤسسة ليس منطقيا، وحتى في حركات التحرك وأبنيتها هناك أربعة عناوين رئيسية يجب العمل عليها سريعا.
العنوان الأول يجب أن نعود لقاعدة المصالحة في البداية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الثقة. القضية الثانية وهي مهمة، يجب إعادة تكوين وتعريف المؤسسة الفلسطينية، سواء كان ذلك فيما تعلق بالسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير ومكانتها في الحالة الفلسطينية الحاكمة. يجب إعادة تسمية الأمور. إحنا سيدي رئيس الوزراء في الضفة الغربية اتخذ قرارا في الحكومة لعدم استيراد العجول، طلع حسين الشيخ عضو في الحكومة قرر إعادة يعني استجلاب العجول دون أن يرجع للحكومة وما شرع حسين الشيخ. العنوان الثالث في هذه المسألة، لابد أن نتفق على برنامج سياسي اللي بيقول إنه وثيقة الوفاق الوطني حققت إجماعا سياسيا صحيح. نحن لم نتفق على شيء وطنيا، لم نتفق على برنامج سياسي ولا حدود البرنامج السياسي. البعد الرابع والمهم أن نعيد بناء المؤسسات، جزء منه يكون تمثيلي من خلال الانتخابات، لكن يجب أن نحترم قاعدة التشاركية على تشكيل جسم وطني يقود الحالة ضمن برنامج وطني مقاوم. شكرا لك، وصلت الفكرة أستاذ علاء، شكرا لك، كنت معنا من رام الله. وسؤالي الأخير لك دكتور مأمون، الآن إذا أردنا أن نلخص هذا المشهد في 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 فلسطين ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، هل بالفعل نستطيع أن نقول أن الأمور تتجه وفقا للمعطيات التي بين يدينا إلى إجراء الانتخابات أم لا؟ لحتى الآن لا يستطيع أحد أن يحسم هذا الأمر مطلقا إطلاقا، ولا أحد يستطيع أن يقول أن فقط الانتخابات هي الحل، لأنه نحن لا نتعامل مع رياضيات. الحل الوحيد، نعم، هذا لا يوجد حل الوحيد أو الجواب الوحيد في عالم الاجتماع وعالم البشر. لماذا يريد أبو مازن أن يذهب للانتخابات إذن؟ أعتقد أن حتى الآن هذا لازال الانتخابات شعار وليس يعني تطبيقا عمليا. الانتخابات هي آلية من آلية في جزء من آليات الديمقراطية، يجب أن يكون يسبق هذا الأمر حتى نبني ديمقراطية صحيحة. يجب أن نسبق هذا الأمر بناء مجتمع مدني متكامل، بناء مؤسسات نقابية، وإلا إذا اختلفنا على نتائج الانتخابات وجاءت حكومة كيف سنضغط على هذه الحكومة؟ سنضغط عليها بآلياتنا العادية، لكن إذا كانت في عندنا مجتمعات مدنية، نقابات ومؤسسات مدنية، نلجأ إلى القوى المدنية للضغط على الحكومة. أما في هذا الحال سنلجأ إلى أدوات متوفرة، أدوات متوفرة في الشارع، إما المظاهرات العنيفة أو الأسلحة المتوفرة في الشوارع، وبالتالي الأمر لم يحسم، لأنه العملية الديمقراطية عملية متكاملة وليست عملية جزئية نختار فقط الآلية. الانتخابات هنا وسيلة الاقتراح وليس هي نختار فقط الانتخابات كآلية واجهة ديمقراطية. صحيح. لا، يجب أن يكون هناك نبدأ بإيجاد آليات ديمقراطية متكاملة، وفي حالة الثورية دائما الأفضل هو التوافق عن الانتخابات. نعم، وهذا ما لم يحصل خلال 13 سنة الماضية مع الأسف الشديد. دكتور مأمون أبو عامر كاتب والمحلل السياسي كنت معي في الاستوديو، أشكرك جزيلا، وأنتقل بكم إلى زهرة المدائن ومعرض الصور في القدس المحتلة الذي يوثق جرائم الاحتلال، فإلى هناك. المعرض اليوم بمدينة القدس وبالمسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي، وهو عبارة عن معرض صور وإعلان نشر كتاب أكتيفستيل، كتاب ناتج عن عمل 12 سنة، والمعرض بيحتوي على صور موجودة بالكتاب وصور من توثيقنا للأحداث في مدينة القدس والضفة وغزة والأراضي المحتلة الفلسطينية. إحنا طبعاً من بهاي الصور منوثق حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال وتأثير الاحتلال على الفلسطينيين والحياة اليومية، تأثير الحرب على أهل غزة، تأثير الاستيطان على أهل القدس والضفة، التشريد والاستيطان في مناطق الشيخ جراح، هدم العراقيب وأم الحيران، المظاهرات الأسبوعية في النبي صالح ونعلين، كل الاحتجاجات اللي ضد الاحتلال الإسرائيلي. كمان إنه نحن نعرض في القدس هذا مهم، لأنه اليوم عماله أي فعالية أي نشاط في القدس بتم منعه بتم اعتراضه، فإحنا اخترنا القدس
كمكان نعرض فيه، لأنه القدس هي محاصرة، ما بيشوف الناس اللي فيها ما بيشوفوا كل إشي برا، والناس اللي برا ما بيشوفوا إيش فيها. فهذا المعرض راح كتير ينتقل على مدن فلسطينية ليورجي هاي المشاكل اللي إحنا بنعاني منها، اللي تورجي أهل القدس إنهم نفس أهل الضفة، نفس المعاناة، نفس أهل غزة، بس بتختلف الاحتلال وجه واحد، بس المعاناة بتختلف من مكان لآخر. الأحداث جوا المسجد الأقصى، اعتصام الشباب جوا المسجد الأقصى وتصديهم للشرطة ويمنعوهم إنه من الاقتحام، كمان هاي نظرة الصورة إلنا، مش بس إنه فقط شباب عملهم بيسكروا بالباب، لا كمان كيف التعاون، كيف الشباب متعاونين بين بعض، كيف الأساليب اللي استخدموها ليغطوا حالهم، اللي ما يورجوا حالهم، كمان هاي أساليب كتير مهمة وعكستهم بصورة تانية. كمان في صور تانية اللي هي بتورجي إنه الأولاد بيلعبوا في المسجد الأقصى باركور، كانت هاي كتير مهمة قدام هاي الصورة، إنه بالإعلام بالأغلب بيروجوا هاي الصور إنه إحنا منهاجم، إنه إحنا لا. في كمان صورة دائما موازية إلنا اللي هي كمان في حياة، في عنا حب. أغلب الصور اللي أنا شفتها هي صور سياسية تبع القضية الفلسطينية، بما أنه هم في مصورين يهود وعرب وأجانب، فأكيد يكون في بناتهم عامل مشترك واحد هو القضية الفلسطينية. هم ناقشوا كثير مواضيع، مواضيع اجتماعية، مواضيع سياسية، مواضيع حتى اقتصادية، حتى عن الاستيطان، عن الوقفات التضامنية مع الأسرى أو مع المضربين عن الطعام، ناقشت قضايا كثير كبيرة. مرحبا بكم إلى ذاكرة فلسطين وتأسيس الحركة الجهادية الإسلامية عام 1925. رجال لم تنطلي عليهم ألاعيب الساسة ولا حيل المفاوضين، عرفوا أن الكلمة للأقوى وأن لا مكان للضعفاء في ساحات انتزاع الحقوق. تأسيس الحركة الجهادية الإسلامية عام 1925 من الميلاد، بعد أن فشلت المفاوضات العربية مع تشرشل تحرك العرب لتجميع صفوفهم، وكان ذلك على يد الشيخ أمين الحسيني، وحين أحست بريطانيا بأن الشعب الفلسطيني يعد العدة لمواجهة المؤامرة اليهودية مواجهة جهادية حقيقية، لجأت إلى أسلوب تخدير الشعب الفلسطيني. وبالفعل أصدر وينستون تشرشل الكتاب الأبيض عام 1922 من الميلاد، كان كتاب الإنجليز الأبيض بمثابة دستور لفلسطين، وكان من أهم بنود هذا الدستور أن الانتداب البريطاني على فلسطين غير قابل للتغيير، كما أن وعد بلفور ثابت ولا يقبل التفاوض. وفي شهر أغسطس من عام 1922 من الميلاد، أعلن المؤتمر الفلسطيني الخامس في نابلس استمرار الجهاد حتى استقلال فلسطين وقيام الوحدة العربية، ورفض هذا المؤتمر الوطن القومي اليهودي وكذلك الهجرة اليهودية إلى فلسطين بكل صورها. وعلى الصعيد الشعبي، كان الشيخ السوري عز الدين القسام رحمه الله يعمل على رفع وتيرة الجهاد ضد المستعمر البريطاني والهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، فقد استشعر الشيخ عز الدين مبكرا خطر الحركة الصهيونية، ورأى بفكره الثاقب ضرورة ضرب قاعدة هذا الخطر ممثلة بالاحتلال البريطاني، فقام بتأسيس الحركة الجهادية الإسلامية عام 1925 من الميلاد، رافعا شعار هذا جهاد نصر أو استشهاد. وصارت هذه الحركة تعرف باسم جماعة القسام أو القساميون بعد استشهاد مؤسسها الشيخ عز الدين القسام. كان الهدف الأساسي لعمليات القسام إلقاء الرعب في قلوب اليهود لوقف الهجرة الجماعية لفلسطين، والتي كانت تتم وفق مخطط صهيوني إنجليزي ماكر لخلق الفرصة المناسبة بعد ذلك لقيام الدولة اليهودية في فلسطين، والتي وعدهم بها بلفور وزير خارجية بريطانيا عام 1917 من الميلاد،
وهكذا كانت حركة الجهاد الإسلامي حلقة من حلقات الجهاد في مواجهة الغزوة الصهيونية، وترتبط بانطلاقة الشهيد عز الدين القسام وإخوانه المجاهدين في عام 1925 من الميلاد. صفحة من ذاكرة أمة ارتوت بماء الصمود وجرى النضال في دمائها، ولا زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن ملحمة بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.